خش انت بقى اقرا الفاتحه لوالديك على ما ادخل انا الحمام اكب على جدتي كوزين جاز واولع في روحي. يعني ايه؟ ما هو ده الحل الوحيد لازاله اثار البياد في التخشيبه. جدتي كلها بتجري. انت القرف ما تجيش جنبي بقى. ليه ما تجيش جنبك بقى؟ طب هات بوس يا جدع. مالهاش قرف، مالهاش غلاسه. قولوا ورايا يا أولاد، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. شاطر يا صلاح. وأنا يا بابا. وأنت يا جمال. برافو. أنت زهقت. إيه؟ تعال هنا. في إيه؟ ايه ده؟ يا خبر ابيض، نسيت الم العده. العده في اوضه والديك المقدسه اللي ارواحهم بترفرف فيها. اصل انا للدرجه دي بلغت بيك الوقاحه والاستهتار بكل القيم يا ابو صلاح. احنا مش متفقين الاوضه دي بالذات لها حرمتها وقدسيتها الخاصه. اللي حصل جاوبني الاول، متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. تقول تقلبها غرزه وتسكر فيها. لا ما تقولش تسكر فيها، اعوذ بالله. انا بسكر في اوضه السفره. لا فالح فالح، هو متربي قال. اصل انا قعدتي دايما يا اما في الصاله يا اما في البلكونه، لكن من يومين بقى الظروف بس يعني هي اللي حكمت. ظروف ايه اللي حكمت؟ كان عندي شويه انفلونزا وكنت رايت في سرير امي وابويا بتونس في ريحتهم في وحدتي وانا عيان. اه، وجبت العده عشان تبخر لهم، مش كده؟ لا مش كده. امال ايه؟ طبوا عليا يا جماعه حبايبي، يطلوا عليا في وحدتي وانا دفيان. قلنا نطهر الجو بفحميتين ونعقمه بحجرين بدل يعني ما نعدي بعض. يا عيني على التعقيم. ما تكبرهاش بقى يا ابو صلاح. الله، قلت لك الظروف حكمت والكيف غلاب يا اخي. يا دي المصيبه على الكيف اللي مضيعك ومضيع مستقبلك يا اخي. يا ابني فوق لنفسك. 100 مره اقول لك مفيش حاجه في الدنيا اسمها الكيف. الكيف ده وهم بتعودوا نفسكوا عليه عشان يتحكم فيكوا بعد كده. خلاص بقى، خلاص بقى. ابوسك يا اخي، خف عني بقى، عايز استحمى يا اخي. جدتي بتاكلني انا في عرضك يا ابو صلاح. الله، خلاص قول. وردة القرف جاب لنا معار. طب هاي ابوسه يا جدع، بلاش تعبها يا اخي. طب حاسب بقى، حاسب.